بعد أن نسي العالم جائحة كورونا وبعد عودة الحياة إلى طبيعتها في معظم الدول، يسجل العراق ارتفاعاً غير مسبوق بأعداد الإصابات بالفيروس. وزارة الصحة كانت قد أعلنت قبل أيام دخول البلاد في موجة جديدة من الوباء وأشارت إلى خطورة الموقف. عقب هذا الإعلان تحدث مسؤول في اللجنة العليا للصحة والسلامة عن إمكانية عودة فرض الحظر وتطبيق الإجراءات المشددة في البلاد وعودة الإغلاق العام. انتشار الوباء مجدداً في العراق في وقت تنعم فيه معظم دول العالم بحياة طبيعية يطرح تساؤلات عديدة حول تعامل الوزارة مع الجائحة وحول تأمينها اللقاح وإعطائه للعراقيين. الوزارة حملت المواطن العراقي المسؤولية وقالت إن عودة ارتفاع الإصابات هو نتيجة حتمية للتهاون في تلقي اللقاحات من قبل شرائح عديدة. حديث الوزارة يدحضه عدم إجبارها الموظفين على تلقي اللقاح منتصف العام الماضي، ويدحضه أيضاً عدم تلقي البلاد سوى 50,000 جرعة من اللقاح كهدية من الصين في الثلث الأول من العام الماضي. ليس ما سبق فقط يضع الوزارة في كفة التقصير والمساءلة، فلقد عانى العراق أثناء انتشار الجائحة من غياب البرامج التوعوية وتأمين مستلزمات النظافة، إضافة للقطاع الصحي المتهاوي بسبب الفساد والإهمال الحكومية. ولعل حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد ومستشفى الحسين التعليمي في مدينة الناصرية خلال الموجات الأولى للوباء شواهد لا تقبل الشك عن حجم الفساد وغياب المسؤولية في وقت كان فيه ذوي المصابين يقفون طوابير طويلة للحصول على أسطوانة أكسجين واحدة تنقذ أحبتهم من موت محقق.